السلام عليكم متابعينا الأعزاء. خمسة اختراعات مفيدة ومتوفرة على أمازون. صنبور المياه ووتر فوست ليد. هذا الصمام نموذج لصنبور ليد. المنتج في حد ذاته هو رائع عندما يتعلق الأمر بملحقات الصنابير. إنه لا يتطلب بطاريات ويتم إنشاء الضوء طالما كان لديك ماء قادم من خلال الصنبور الخاص بك. فضوء الليد يضيء التيار الخاص بك في عدد من الألوان الشديدة المكثفة. لذلك ليد أخذت خطوة مصممة لضمان تمديد الصنبور تشمل مرشح توفير المياه. غطاء ليد لا يستخدم موصل الخيوط إلى قفل في الصنبور الخاص بك، لذلك نوصي باستخدام شكلا من أشكال الشريط الواسعة والصعبة لضمان التثبيت. كات تيرن تيبل بنيت من الصفر لتبدو وكأنها مجموعة من أقراص دي جي الدوارة، تعمل أساسا للحصول على الورق المقوى الذي تم تصميمه خصيصا لمساعدة القط لتخريج كل طاقته مع تجنب تمزيق الأقمشة الأكثر عرضة للخطر لديك. على سبيل المثال، تلك الأريكة تمثل ثروة مهمة لك. الفكرة الرائعة هي أنك تراقب القط الذي يسقط النحلة في القرص الدوار، فهي واحدة من أفضل الطرق التي تحتل اهتمامنا. عشاق القطط دائما يحصلون على ذلك، لذلك يجب عليك الحصول على واحدة منها. القناع البربري. يمكنك العثور على بعض الأقنعة الرئيسية المثيرة للجنون في هذه الأيام. يقدم لك هذا القناع أفضل شكل للراحة ويغطي وجهك بأكمله. الفضاء حول عينيك يسمح لك بشكل مريح بارتداء النظارة الشمسية الخاصة بك جنبا إلى جنب مع القناع. تم تصميم قناع التزلج لإبقائكم بارتياح حتى في أبرد الأيام، كما يأتي هذا القناع في مجموعة متنوعة من الألوان. يمكنك أيضا ارتداء تصاميم مختلفة، منها ما يغطي فمك وذقنك، مما يتيح لك توفير الاتزان الحراري في الطقس البارد. إليمي بول تم تصميمه منذ فترة طويلة جدا، وهو مناسب لأي مرحاض قائم. يمكن تركيبه مع مجموعة متنوعة من الإعدادات المشتركة لتناسب أي تفضيلات حديثة. يمكنك ببساطة تدويرها واحدة تلو الأخرى. هو جهاز أنيق يضيف الطابع المرح إلى مرحاضك ويحقق الترفيه للأطفال. يمد المؤشر عندما تحتاج البطاريات إلى استبدال. وأثناء ضبط اللون يمكنك أيضا ضبط إعدادات سطوع التخصيص لكل جانب من الجهاز لتفضيلاتك الشخصية. غراء السوغر. هذا الغراء لديه بعض الخدع الجميلة، فهو فعال بشكل لا يصدق ويسمح لنوع لا يحصى من التطبيقات بالتحقق في الواقع. مصمم لأن يلصق بمجموعة واسعة من المواد بما في ذلك السيراميك والنظارات والخشب والمعادن ومعظم البلاستيك. هو أيضا مقاوم للماء والصدمات ومثبت تماما لمنع أي صدمات كهربائية. بمجرد تثبيت الغراء ووضعه في موقعه سيوفر لك واحدة من أغرب وأكثر السندات الطويلة الأمد. الغراء يأخذ 30 دقيقة قبل أن يبدأ في التشكل بشكل دائم. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الإشعارات، ولا تنسى لايك للفيديو.